الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له: هنيئا لك يا خليفة رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه. فلما مشى قال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي الغلام، والدم يثعب من بطنه، إذا سقوه الحليب خرج من بطنه، وكان في هذه تلك الحال يغمى عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه. فقال: ادعوا لي الغلام. فدعوا له الغلام فقال له: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة: ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فالأمر ليس بالهين، كيف يكون هينا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم؟ في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا: خابوا يا رسول الله وخسروا، من هم؟ ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر فيه، كيف لا يؤثر فيه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ سبحان الله، يعني كيف يعني يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار.